لسه مستمرين مع حضراتكم من داخل المنطقة الخضراء بمدينة السلام شرم الشيخ مدينة المؤتمرات. الحقيقة في الفترة الأخيرة منذ البدء في الاهتمام بشكل جدي في هذه المبادرات الخضراء وأيضا قضايا المناخ، الحقيقة بمناسبة الحديث عن التنفيذ، يعني احنا بنتكلم عن مبادرات خضراء كبيرة جدا وكتيرة جدا سواء كانت في مصر أو خارج مصر. يمكن احنا محتاجين نعرف دور المبادرات بيبقى عامل ازاي، ايه أهميته في هذا التوقيت، وخاصة لو احنا بنتحدث ونتكلم عن فكرة أنها قمة تنفيذ، هل المبادرات ستساعد في تنفيذ كل البنود وكل القوانين والأطر التي سيتم الاتفاق عليها وسيتم الوصول إليها سواء كان من كوب 26 أو من خلال تنفيذ هذه المبادرات في كوب 27؟ هذا ما سنعرفه من سيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. سيادة السفير تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بك. أهلا بك وأشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا. لو حضرتك تكلمنا أكتر عن المبادرة الوطنية حقيقة للمشروعات الخضراء الذكية، حقيقة مصطلح يعني محتاج تفسير ومحتاج إن احنا نعرف منه إيه أهم المحاور اللي يعني بيقوم عليها وبإزاي ممكن نقدر إن احنا ننفذه على أرض الواقع بشكل كبير جدا، وإن احنا نشوف فعلا إنعكاس واضح على كل ما تقوم به مصر وبعد ذلك أيضا إنعكاسه على سمعة ومكانة مصر عالميا في قضايا المناخ. أشكرك. هي أو يعني أحب أبدأ أقول إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات المطروحة من جانب مصر في قمة كوب 27 في شرم الشيخ، وبدأت تاخد زخم كبير جدا، يعني في اهتمام كبير خلال يومين ثلاثة للمؤتمر، في اهتمام كبير من المشاركين في المؤتمر، المنظمات الدولية، الدول الأخرى بهذه المبادرة. والمبادرة بترد على سؤال بسيط جدا، كيف يمكن للمواطن العادي المصري أو في كل مكان بيسمع عن مؤتمرات الكوب 27 كوب 28 يستفيد منها ازاي استفادة مباشرة؟ المرأة عظيم. اللي في الكرة في مصر، الراجل البسيط في مصر يقول طب أنا أستفيد ازاي؟ الرد على السؤال ده هو المبادرة دي، لأن المبادرة دي بتهدف لفتح الباب المشاركة للجميع في موضوع هام جدا، هو موضوع المناخ وتغيير المناخ والمشكلات والتحديات اللي بتواجه كل قرية مصرية. اللي بيواجهوا ايه؟ بيواجهوا مشكلة مخلفات، بيواجهوا مشكلة الطاقة، بيواجهوا مشكلة حاجات معرية بتغيير المناخ بنتأثر بيها. صحيح. المية، الأمن الغذائي. وبالتالي المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتهدف إلى فتح الباب في ست مجالات. كل من لديه مشروع أخضر ذكي، وسيادتك سألت السؤال مهم جدا، يعني إيه أخضر ويعني إيه ذكي؟ أخضر يعني موضوع بيحاول بيلاقي حل مشكلات تغيير المناخ أولا من خلال استخدام طاقة نظيفة أو يقلل استخدامات الطاقة، طاقة متجددة، طاقة شمس، طاقة رياح، ده نمرة واحد. يقلل الانبعاثات، يعني المشروع فيه انبعاثات قليلة جدا، ده مشروع جيد ياخد نمر أعلى. مشروع فيه المخلفات يبقى ازاي اعادة تدوير المخلفات، او مشروع قائم على اعادة تدوير المخلفات. دي كلها معايير تهتم تحافظ على البيئة وتعريف الاخضر. اتنين، ذكي هو مجرد حاجة بسيطة، استخدام التكنولوجيا حتى لو كان ابليكيشن بسيط على المحمول او حاجة على الانترنت او حاجة على الذكاء الاصطناعي. يعني الرسالة الهامة ان النهاردة ممكن تستخدم التكنولوجيا تفيدك في المشروع. ففتحنا الباب منصة وطنية تقدم عليها 6281 مشروع من كل أنحاء الجمهورية، وتقدموا ثم قامت لجان تنفيذية برئاسة كل محافظ في مصر، 27 محافظة، كل محافظ عمل لجنة تنفيذية بممثلين وزارات وخبراء في مجال البيئة وخبراء في مجال التكنولوجيا، اختاروا 6 مشروعات في كل محافظة، مشروع في كل فئة من فئات المبادرة. وليه عملنا 6 فئات؟ لأن افرض ست عندها مشروع عندها مبلغ قليل، ف
فما تقدرش تسمع عن مشروعات ويقول لك احنا مالنا بالمشروعات الكبيره دي. لا، انت تقدري تخشي في المشروعات الصغيره، ما تحسش بفجوه كبيره، ما تحسش بفجوه. تقول لك انا بعمل مشروع عشان اخدم تمكين المراه عندي في القريه بتاعتي. حضرتك ممكن تتفضلي تخشي في مشروعات المراه، عملنا فئه للمراه بس وتقدم فيها 1045 مشروع للمراه. بس انا عايزه يعني اعرف من حضرتك، يمكن انت اشرت ان المبادره دي فيها عده مجالات، اللي حضرتك بتتكلم فيه ده خاص بالمجالات المختلفة ولا بيندرج تحت الفئات ايه؟ الفئات الستة اللي مفتوحة في المبادرة. مشروعات يعني كبيرة، المبادرة بتنقسم لفئات ومجالات. ما هي ست فئات؟ مشروعات كبيرة، متوسطة، صغيرة، مشروعات ناشئة، مشروعات خاصة بالمرأة، مشروعات خاصة بحياة كريمة، أو مشروعات غير هادفة للربح. فبتقدمي تقولي أنا اسمي مثلا مهام من محافظة الأهلية، بقدم مشروع خاص بأي فئة من الفئات. ده بيتم عن طريق ايه سياسه؟ عن طريق منصه في توعيه، يعني توعية. بفكره الوسائل والادوات طبعا كانت تتطلب، لان مبادره جديده ومبادره غير مسبوقه عالميا، ان يتطلب ثلاث اربع حاجات زي ما حضرتك تفضلتي، توعيه على المستوى الوطني وعلى المستوى المحافظات. وبالتالي فكان في حمله وطنيه من اللجنه التنفيذيه تشرح المبادره، وكل محافظ في محافظته حط على الفيسبوك وعمل اعلانات في الشوارع على المبادرة، يحس الناس يتقدموا. دي واحد. اتنين، كان زي ما حضرتك سألتي، كان لازم يبقى توضيح لمعايير واضحة. يعني ايه هي المعايير المبادرة؟ احنا قلنا اخضر وذكي، اثر المشروع على المجتمع بتاعه، هل قابل للتكرار والتوسع، وبالنسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة ان يكون بيساعد في تمكين المرأة او نسبة المرأة كبيرة في مجلس الادارة او هكذا. وبعد كده كان يتطلب تدريب، لان دي يعني تأهيل وتدريب. وبالتالي عقدنا 5 مؤتمرات تدريبية افتراضية فيرتشوال، واحد منه تم في القاهرة. دعينا كل اللجان التنفيذية في كل المحافظات 250 واحد. وكان يتطلب مسطرة تقييم موحدة، عشان اللي بيقيم في الصعيد غير اللي بيقيم في اسكندرية غير في القاهرة، لا كله بيقيم بمسطرة واحدة. والحاجة المهمة ان في الاخر من 6281 مشروع فاز 162 مشروع، تم تكريمهم من جانب رئيس الوزراء يوم 3 نوفمبر في مؤتمر بالقاهرة. وتم اختيار من جانب لجنة وطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين والأمم المتحدة، اختاروا 18 مشروع. ال 18 مشروع دول جبناهم في COP27، موجودين معانا ولسه مخلصين جلسة، عرضوا مشروعاتهم قدام المشاركين، مشروعات خاصه من اسكندريه، مش عايزه اخص واحد عشان ما يبقاش الاخر، لكن كلها مشروعات تخص حلول مصريه. ده بيندرج تحت اي فئه؟ يعني مثلا رياده الاعمال، هل يعني قطاع خاص بشكل عام، ولا بيكون تحت فئه ايه؟ يعني هو ده مفتوحه، الحكومه مش محتاجه اطار انها تقدم مشروعات، الحكومه ممكن تقدم مشروعات على طول. دي مفتوحه للمجتمع المدني، للقطاع الخاص، للجمعيات الاهليه، للانسان الفرد العادي انه يقدم، لان هو ده اللي بيقدم مشروعات خاصه بالبيئه بتاعته وخاصه بالمحليات بتاعته. وبالتالي هي تشجيع ورساله توعيه بالنسبه للتحديات اللي عندنا، ورساله مشاركه ان انت ممكن تشارك كمان. اللي جم النهارده حبه منهم كانوا بيتكلموا، يقولوا ما كناش نحلم ابدا ان انا طالع من القريه دي، ان انا اوصل يوم ان انا اعرض مشروعي في COP27 امام مشاركين من العالم كله. وبالتالي هي ايضا رساله بجانب التوعيه، رساله بشان ان احنا ما عندناش كان قاعده بيانات. لاول مره في مصر اصبح لدينا قاعده بيانات بشان المشروعات الخضراء الذكيه. لاول مره بقى في عندنا خريطه المشروعات دي موجوده فين. كل محافظ بقى انه عنده خريطه ممكن السنه. هو ده سؤالي لحضرتك، كل هذه التفاصيل تمت خلال قد ايه؟ والله تمت فتره قصيره جدا، يعني بكل صراحه كانت يعني عملنا انجاز كبير ان احنا في 3 اشهر قدرنا نعمل الشغل ده. فطبعا السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وجه ان المبادره دي ستكمل معانا في السنوات القادمه، عشان السنه الجايه هتكبر، والسنة دي تقدم 6200، متوقع يقدم السنة القادمة 30 أو 40 أو 50 ألف مشروع. ناخد الفائزين برضو إلى COP28 في الإمارات، واللي وراها في COP29 في أستراليا، وتكون مبادرة مستمرة. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي قال إيه؟ قال المبادرة دي زي ما حضرتك تفضلت في بداية البرنامج مؤتمر
تنفيذ. احنا بنطرح مبادرة تنفيذ، مش بنطرح امنيات، من بنشرح دعوات. يعني افهم من حضرتك المشروعات اللي الشباب او الافراد اللي تقدموا بيها في هذه الجلسة النهاردة دي اتنفذت على ارض الواقع؟ دي بتتنفذ، دي مشروعات كسبت وجبناهم، جزء منها بتتنفذ، جزء منها اخذت تمويل بالفعل، اخذت مكافآت مادية ومفاقات معنوية، والأمم المتحدة بتدعم حبة منهم. منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتتبنى المشروعات الخاصة بالمرأة، منظمات الغذاء العالمي بتتبنى المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي، المشروعات البنك الأوروبي بيتبنى 6 مشروعات متوسطة وكبيرة على حسب المشروع، حسب الجهة المسؤولة هي الأممية المتبنية ومؤسسات مالية. وبالتالي احنا مش بنقول عايزين، احنا عملنا ونفذنا، وفي مبادرة بتتنفذ وكسب فيها الناس وجم هنا، والمشروعات بتاعتهم بدأت تدعم ماليا وبقدرات وبالقدرات الفنية، والأمم المتحدة بتدربهم ازاي يعرضوا مشروعاتهم، والمؤسسات القطاع الخاص بدون ذكر أسماء بتدعم بعض هذه المشروعات. وبالتالي هي مبادرة أخذت زخم كبير في مؤتمر كوب 27. لو احنا بنتكلم سيادة سفير على فكرة، يمكن حضرتك طرحت في بداية الإجابة على إن أي مواطن مصري بسيط أو أي مواطن في أي دولة تانية هيسأل ويقول طب أنا هستفاد إيه؟ طب هي فكرة الاستفادة، هل قبل الاستفادة في دور على المواطن نفسه؟ يعني من خلال كل هذا التحفيز والتشجيع اللي حضرتك يعني أشرت ليه، ده يخليني أسألك مثلا أي حد بيتفرج علينا ومحتاج إن هو يشارك في بعض المقترحات اللي خاصة بتخصصه وهتفيد الاقتصاد الأخضر وهتفيد فكرة الصناعة الخضراء في مصر، يقدر يعمل إيه وإيه دوره قبل الاستفادة؟ يعني قبل ما ندور على الاستفادة ندور على الدور برضو، إيه الدور الاجتماعي اللي أنا ممكن أقوم بيه يفيد فكرة الاقتصاد الأخضر والتوعية اللي خاصة بالصناعة الخضراء والتنفيذ اللي يعني بتسعى له كوب 27؟ شوفي، هو طبعا التوعية ده جزء رئيسي من البادرة من أهدافها، بس جزء أيضا هو توطين التنمية المستدامة. وإحنا بنعمل إيه؟ هو ان انا مش بس هدف التوعيه بالمشروعات الخضراء، ان انا التنميه بتبدا فين؟ في المحليات، مش بتبدا من فوق، بتبدا في كل حته. ان احنا في الاخر بنهدف ان من خلال حياه كريمه ومن خلال المبادرات دي ان الناس تكسب. فكره ان هي في تناقض ما بين ان انا بقدم مشروع اخضر وذكي لكن ما بي لكن يعني ان انا بخدم البيئه، لا ده لازم اكسب. هي المبادره دي قايمه على ايه؟ ان من ضمن المعايير انك بتنجح فيها ان يكون المشروع مستدام بيحقق ربح. ففكره ان انا لما اعمل مبادره فيها طاقه قليل والمخلفات بعالجها بطريقه معينه وانبعاثات بتقل وبكسب برضه، هي دي الفكره. ففي استدام، فالهدف هنا من المحليات والتنميه وتوطينها. فالمواطن بيشارك، بيشوف ان في فرصه. كل واحده من المشروعات دي احنا قلنا حلول، لكن قلنا برضه او هنقول ان هي فرصه استثماريه. يعني اللي بيقدم لمين؟ للمجتمع المدني والقطاع الخاص، اللي بيقدم المشروع. المشاهد اللي بيستمعنا دلوقتي، والله السنه اللي فاتت او في الثلاث اشهر اللي فاتوا يمكن ما كانش الفرصه كافيه انه يقدم، فيقول لو هو بيسمع النهارده طب والله انا عندي فكره، بس مش فكره نظريه، فكره قابله للتنفيذ. لازم يكون مشروع لاما على الارض لاما قابل للتنفيذ، عمل له الدراسه، وفي الاخر في ذلك يتنافس المتنافسون. ويقدم الفكره بتاعته او يقدم المشروع بتاعه، وهو يقول ان انا من خلال المشروع ده انا ناقصني حاجه معينه. كله بيدور عليا يا فندم، بيدور على التمويل. طيب والدول الغربيه اللي احنا بنقول لها في كتير من الاوقات ان انتوا تسببتوا في الانبعاثات وبالتالي عليكم تتحمل المسؤوليه، ساعات بيبرد لبعض الدول والمؤسسات احنا مستعدين نمول بس مش لاقيين مشروعات من القطاع الخاص تستحق. قول له اتفضل يا سيدي، انت كنت بتقول ان ما فيش، ادي المشروعات، ومشروعات مش طالعه من الحكومه، طالعه من المجتمع نفسه. وبالتالي في جزء منها ان التمويل ده بيجي، وكل اللي عنده مشروع رائع، مشروع بيوفر حل ومدروس جيدا، لما بيروح اي بنك، لو حضرتك رحت البنك النهارده وقلت له انا عايز قرض او عايز حاجه، يقول لك ليه؟ تقول له مشروع، طب ما تديني المشروع ده. لو ما لقاهوش ان هو يستحق. مشروع يشتغل ويصالح وفيه كذا وليه عائد، وليه عائد، مش هيموله. وبالتالي النهارده بتدي فرصه، النهارده التمويل يعني الفقر، ساعات بنقول فقر الفكر هو المشكله الرئيسيه،
مش فقر الـ 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 الأموال، لكن هي فقر الفكر. فده المبادرة بتشجع المبدعين، بتشجع الشباب، بتدي جزء رئيسي للمرأة المصرية إن لها مكون، إن هي لها باب بتاعها فئة تقدم المشروعات اللي فيها. طب ممكن حد يقول لحضرتك أنا مثلا عندي فكرة، بس الفكرة دي عشان تتنفذ على أرض الواقع أنا أحتاج لتمويل كبير، بس أنا معايا مجرد فكرة. حضرتك فكرة أشرت نظرية فكرة لا. إن نظرية فكرة لا. نظرية لا. فكرة نظرية في كتب إنترنت لازم قابلة للتنفيذ، عملت الدراسة بتاعتها، يعني حصل حوار، لأن ده سؤال قيم وسؤال إيجابي جدا داخل المبادرة. هل ممكن أقدم فكرة فقط نظرية من غير أي حاجة؟ في الآخر قلنا لا، إحنا طبعا دي مبادرة حلول، أنا بعالج مشكلة بتواجه المحافظات وبتواجه المحليات، وبالتالي أنت لازم يكون الفكرة دي درستها كويس قوي، عملت بايلوت بروجكت بتاعها، عملت دراسة إيجابية، حطيت بعض النواة، عندك فكرة تمولها إزاي، كل ده وبيدرس في الآخر، واللي بيكسب طبعا اللي بيكون عنده الاستدامة أكتر. وبالتالي الحلول هي جزء، يعني زي ما حضرتك شفتي في المؤتمر ده كله جاي، كل دولة من الدول دي بتعرض تحدياتها والحلول بتاعتها، حلول أمريكية، حلول أوروبية، حلول يابانية، حلول صينية. إحنا في مصر جينا بالمبادرة دي بنعرض حلول من واقع المجتمع المصري، حلول مصرية، ودي حاجة أخدت زخم وأخدت اهتمام. هل في دولة ممكن قدمت نفس اللي احنا قدمناه من قلب المجتمع المدني؟ المبادرة دي فريدة وغير مسبوقة، محدش قدم مبادرة بهذا الشكل. مصر هي المتفردة، هي الرائدة في هذا، والأمم المتحدة أشادت بذلك، وفي دعم لها من الأمم المتحدة ودعم لتوسعها، واستعرضناها قدام أيضا مؤتمرات أفريقية كنموذج. بس خلي بالك يعني مش بس نموذج للدول النامية، دي نموذج لدول العالم. ما هو بالظبط، أنا عشان كده سؤالي لحضرتك، هل في دولة قدمت نفس الفكر ده أو السياق ده ولا لا؟ ما قدمتش السياق ده، وهي عشان يعني مبادرة خلاقة وجديدة بتعمل نقلة نوعية في طريقة التفكير. يعني الرسالة المهمة برضو لحضرتك والمشاهدين، لو كانت حاجة تقليدية ومعروفة كلنا هنمشي فيها، لكن تملي المبادرات اللي فيها حاجة جديدة، فيها منحة تعليمي، يعني بيقول لك طب ايه علمني، طب استفيد ازاي، وبتوفر وقت، وبتوفر وقت. يعني احنا ممكن لو دولة واحدة بس هي اللي بتفكر بصوتها هتقعد مثلا سنين عشان توصل لمجموعة الافكار اللي ممكن تاخدها من الشباب ومن قلب الشعب من خلال المجتمع المدني. وبعدين السنوات القادمة، السنة دي كان سنة برضو أول سنة نقدم فيها المبادرة، وتمت زي ما قلت لسيادتك في 3-4 أشهر في وقت محدود. العام القادم هنوسعها، يعني هيكون مثلا بس هل في بقى إعلان؟ يعني اللي بيسمعنا يقدر إن هو يقدم إزاي؟ طيب أفكاره حتى لو أفكار تنفيذية؟ والله كل ده محطوط على الويب سايت بتاعة المبادرة، والمحافظين كلهم أعلنوا عليها، وطبعا ممكن يبقى من خلال قنوات. هل في حملات يعني إعلامية أو إعلانية للمبادرة عشان نقدر ان احنا نوصل ليها اكتر واكتر؟ بس ما يمكن مش كافية بالوقت، اكيد ده من الخطط اللي جاية ان شاء الله. بالضبط، واحنا يعني بنهدف طبعا من خلال قناة حضرتك المحترمة ان يكون في وعي اكتر، لان دي مبادرة لنا لمصر، يعني بنقدمها للعالم. الدولة هتستفيد والمتقدم هيستفيد. طب وقاعدة البيانات اللي حضرتك اشرت ليها ان هي يعني فادت البلد بشكل كبير، ان احنا نعرف المشروعات الخضراء مكانها فين وأفرادها فين، قاعدة البيانات دي إيه الهدف يعني الاستفادة منها هيكون عامل إزاي؟ شوف انت عندك حاجتين، عندك قاعدة بيانات وعندك خريطة هما موجودين فين. قاعدة بيانات إن النهاردة عندي زي ما قلنا قاعدة 6281 مشروع، عارف عندي بيان بيهم وهكذا، مش كلهم مستكملين، مش كلهم، لكن أنا بعتبر كلهم فائزين لأن كلهم التزام بيئي ومشروع. زائد عندك خريطة هم موجودين فين، كل محافظ، مع كل محافظ هو اللي بيفلتر، هو اللي بيطلع المشروعات بتاعته، فكل محافظ عنده في محافظته عارف المشروعات دي فين. فالنهاردة هو لما بيجي له مستثمر أو تجي له منظمة دولية أو جهة مانحة تقول له والله إحنا مهتمين من يوم ورايح على المشروعات الخضراء الذكية اللي بتعامل عنصر بيه، إحنا عايزين نمول دول بس، يقول له اتفضل أنا عندي هو في المحافظة بتاعتي 300 مشروع. في محافظات زي القاهرة قدمت 1000 مشروع، الغربية قدمت 1000 مشروع،
في محافظات قدمت، بس عدد السكان بيفرق طبعا والطبيعه الديموغرافيه يعني. وبالتالي النهارده بقى عنده هو عارف فين المشروعات دي، خريطه فين ومين اللي مقدمها. السنه اللي جايه ان شاء الله بالاعلان اللي حضرتك بتقول يمكن التوعيه الاكثر يتقدم 30 40 50 الف. وفي اكيد تخصصات برضو دراسيه للطلاب في الجامعات بالزبط. هتفيد الكلام بالزبط. ده والجامعات مفتوحه لها، تم التنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات، وفي تعاون وتنسيق بين الوزيره الدكتوره هاله سعيد اللي هي رئيس الوزراء، اديها الاشراف المباشر على هذه المبادره مع وزير التعليم العالي الدكتور، وزاره التخطيط مع وزاره التعليم بالزبط. العالي على اساس ان هو كل الوزارات داخله في المبادره دي، وزاره الخارجيه، وزاره البيئه، وزاره التنميه المحليه اللي هي المسؤوله عن المحافظات، وزاره الاتصالات، وهندخل وزارات بقيه الوزارات والجهات المختلفه، يعني اتحاد الغرف، اتحاد البنوك، البورصه المصريه، الامم المتحده، القطاع الخاص، وبالتالي تكون المشاركه واسعه وكبيره، واسعه والتنسيق ما بينهم مجالات كبيره. يعني مثلا موضوع الصحه، المشروعات الخاصه بالصحه الخضراء الذكيه بيخدم اهداف الصحه طبعا. مشروعات اللي بتخدم مثلا الانهار، مشروعات المتخصصه بالمياه وندره المياه، كل ده ممكن يتعمل لها يمكن ابواب. يمكن سيادة سفير من كلام حضرتك يمكن ده مخصص في كل يوم من ايام كوب 27، ان في بيبقى يوم مخصص لقضيه مباشره جدا لها علاقه بالمناخ. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على كل هذا الشرح المهم جدا للسادة المشاهدين، عشان نقدر نعرف أكتر إيه أهمية المبادرة وإزاي بتخدم تنفيذ خطوات على أرض الواقع بالنسبة لمصر في قضية المناخ. شكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام، والتغطية مستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لرصد كل التفاصيل الخاصة بكوب 27. دائما ابقوا معنا على شاشة إكسترا نيوز.